أتوا ليأخذوا لينا؟ أظن هذا. كلا، لقد أتوا للاستيلاء على الجزيرة. هذا ما كان يحلم به جدي، ولقد نبهني إلى ذلك مرات عديدة. اذهبي وأخبري القرويين بالأمر. هيا. كن حذرا. سأذهب معك، احتفظ مني هذا. لينا انتظري. وهذا أيضا. حسنا. سيحترج جيدا يا لينا. انتظري يا عدنان. ماذا ترى هناك؟ لنذهب إلى الرأس. لكن نمر هناك. هيا بنا. هيا. ماذا يجري؟ ماذا هناك؟ نمر. نمر. عمتي أولينا. عزيزتي ليلى، الحمد لله على عودتك. كنت سأخرج البحث عنك يا عزيزتي. لينا، لقد أتى رجال القلعة. كما توقعت، لما رأيت النور وصلوا أخيرا. لقد ذهب عدنان وعدي للاستقطاع. اسمعيني جيدا، يجب أن نشجع بعضنا كي نحافظ على الاستقرار. ربما سنواجه أوقاتا عصيبة. بدلي ثيابك بسرعة، سنذهب للقرية. حاضر. لا أدري من أين أتت، لا مكان لغريب هنا. علينا استدراجهم ومهاجمتهم. هيا بنا. كم عددهم يا ترى؟ عدنان انظر. ماذا يفعل القبطان؟ هو الذي أشعل النار في بيتنا، أليس كذلك؟ انظر. يمره وأتباعه. أرى أميرة. أفضل أن يكفوا عن ذلك. أليس كذلك؟ من جاء
ساعدك بأخذ هذه الآلة. نمرو ما رأيك؟ فهم فهم لا هدف الكلام. أثقلها أميرة؟ لقد هزم نمر وجماعته وجرحت أميرة، فلنعالجها. حسنا، هلا حملتها يا عم؟ إنها شقيقة نمر أليس كذلك؟ ذهب عدنان وفارس لمعرفة الممر. حسنا، كان عددهم كبيرا. تحدث بالتفصيل أرجوك. حاضر. فهمت التفاصيل. تكلم يا سيد عبدين. حسنا، ليس أمامنا من خيار، علينا أن نقرر ما سنفعله. قد هادم جنود القلعة وطننا وحاربوا نمر وجماعته. لا نعرف سبب مجيئهم، والمسألة لا تحتمل الانتظار. علينا تحصيد مدخل المعبر بالسلاح. سمعت يا سيدي أن القلعة على وشك الغرق، وأظن أنهم ذهبوا طلبا للملجأ. ما رأيك بتزويدهم بالطعام ليتركونا بأمان؟ لو كان هذا غرضهم لما قدموا ليلا وأطلقوا مدافعهم، فلنحاربهم. وكيف نهزمهم ومعهم تلك المدافع والصواريخ؟ سيكون هناك جرحى وقتلى. هل نتفرج عليهم إذن؟ هدوء الهدوء الهدوء، لا وقت للجدال، لا وقت للجدال. أتأذن لي بالكلام؟ قد كنت في القلعة أيضا، تفضل بالكلام. على الرغم من إقامتنا في الجزيرة لفترة وجيزة، فقد اكتشفنا أهميتها. قائد القلعة شرير، وفي نيته احتلال هذه الجزيرة دون شك. اسمحوا لنا بالانضمام إليكم إن قررتم القتال. أعزائي، فكروا بمصير قريتكم. حسنا، بإمكانكم الانضمام إلينا. يجب أن نمنعهم من احتلال الجزيرة. لقد عانينا الكثير من المأساة حتى بنينا هذه القرية. لن ننسى بعد تلك السنوات الخمس القاسية حين كدنا نموت من الجوع لقلة القمح. لن نستسلم ونفرط بقريتنا بهذه السهولة أبدا. الموت في سبيل الوطن أفضل من الاستسلام لرجال القلعة. هل ترون الاستسلام أو تريدون الاستسلام؟ هيا ندافع عن قريتنا، هيا ندافع عن قريتنا، هيا يا رجال، هيا ندافع عن قريتنا. وانا معك يا سيدي، هيا بنا نجهز انفسنا للقتال وننتظر. لنبدأ يا رجال في الحال. ستبقى النساء والاطفال في القرية. اخيرا استطاعوا ان يتوصلوا الى قرار. هيا يا عبسي. ماذا؟ لقد استعادت اميرة وعيها، لكنها تبكي لموت نمرو. ارجوك ان تواسيها. من انا؟ غير معقول. لقد أتت أميرة إلى منزل لرؤيتك البارحة. نعم، لقد أتت إليك. ماذا؟ كانت تريد أن تخبرك بقرار نمرو على القتال. إنها حقا فتاة طيبة. اذهب يا عبسي لرؤيتها. لا تبكي، هل تشعرين بألم؟ نمرو لم يموت. حقا؟ هل هذا صحيح؟ أظن ذلك. ارتكبنا خطأ جسيما، كان علينا ألا نهبط في ذلك الجانب من القرية. فعلنا ذلك بسبب الحريق، هل نذهب إلى الجانب المعاكس؟ لقد وصل رجال القرية إلى هناك، لن تصعب علينا هزيمتهم.
ولكن علينا أن نتبين نتائج الدمار أولا. أمسكت برجل يقول إنه القائد نمرة. أنت امرأة؟ وهل ساءك أن تهزمك امرأة؟ ماذا تريد مني؟ أريدك أن تتعاوني معي. هل أفرحك ذلك؟ أخرج! انتظر، لن تخدعني بسهولة. كيف لك أن تتعاون معنا وكنت تقاتلنا منذ قليل؟ أنا لست من القرية، وهذا الجانب من الجبل ملك لي. لو كان عندي ما يكفي من السلاح لآلت الجزيرة إلي. إنه شيء ممتع حقا. أنت بحاجة إلى دليل يعرف القرية تماما إن أردت احتلالها، أليس كذلك؟ لن تخسري شيئا. إنك بحق رجل ماكر. لقد تأخروا يا قبطان. نحن نشكر لك جهودك، أحضرنا لك الطعام، تفضل. شكرا جزيلا. تفضل، أعد الأطباق بعد الانتهاء من الطعام. نعم أعرف ذلك. عدنان. لينا. هل أصعد؟ تفضل، أنت جائع. شكرا. الله، يبدو أن الطعام شهي. شكرا. المكان هادئ. حقا هادئ جدا. لينا، أتعتقدين أني سأسلمك وأسلم القرية إلى رجال القلعة؟ ماذا؟ هل سيهزمني رجال القلعة؟ هنا خطر عليك، عودي إلى القرية. حاضر، ولكن سأذهب أولا إلى البيت لأصنع طعاما لعبسي. انظري إنه نمرة. دعوه يتقدم ثم أطلق النار. ألم تمت بعد؟ لقد تم أسرنا، هربت بعد أن تظاهرت بالتعاون معهم. وأين الآخرون؟ أين أتباعك؟ لقد أسروا ولا أعرف مكان شقيقتي. خذوني معكم، ليس لي مكان أذهب إليه. أميرة بأمان، إنها في القرية. حقا؟ شكرا شكرا. لقد جلت ما تستحقه جزاء أعمالك الشريرة. فعلا. حسناً، اذهب إلى القرية، سنتحدث عن العدو فيما بعد. كيف جرحك؟ شكراً، لا بأس، أشكرك كثيراً، أشكرك. اذهب معه. الحمد لله، ستفرح أميرة كثيراً. إنه أمر غريب حقاً. ماذا؟ لم يكن هروبنا من القلعة سهلاً، أليس كذلك؟ لينا، لست مرتاحا للوضع، سأذهب إلى فارس. عدنان، ما الخبر؟ لا عليك، انتظري في القرية. كن حذرا. وداعا.
أميرة، عندي أخبار سعيدة لك. ادخلي الآن. أخي! أميرة! ظننت أنك مت. لا داعي للبكاء. مرحبا يا عبسي. شكرا جزيلا. ومتأسف لأني أحرقت بيتك. حسنا، سوف تبنيه بنفسك أنت. أجل، سأبنيه تماما. بكل تأكيد. أخبر لي إذن. سأبقى هنا يا اعتدال. سأذهب إذن لأنهي بعض الأعمال. ماذا تفعل؟ سأراقبك فقط. علي أن أحمي القرية كما تعلم. عدنان، أجل. شش، انظر. كنت أفكر بي. قاموا بحراسة الممر ليأتوا عن طريق البحر. لا يحرس الشاطئ أحد يا أبتي. اذهب إلى سيد القرية وأخبره. حسن. عليك أيضا حراسة الممر، ولا شيء أفضل من هذا. هيا هيا، سنذهب عن طريق البحر. هيا لنفاجئهم. لقد أسرعوا. سنصل في الوقت المحدد. لقد أتوا. هيا هيا هيا. عندما أعطي إشارة أطلق. لا يصيبك ما حل بعبسي. نمرو، ماذا تفعل؟ أصبحت القرية ملكا لي والقلعة كذلك منذ الآن. كلا، أتدرك ما تفعله أيها الوقح الحقير؟ طبعا، لن يتوقفوا عن الرمي ما لم أعطيهم إشارة. توقفوا بسرعة كي لا ندمر القرية. ماذا ستفعلون الآن؟ تكلموا، ماذا ستفعلون؟ Thank you.
من القرية. لنذهب إلى القرية. لا، يجب أن نصمد هنا لحماية القرية. لقد طلبت منهم اللجوء إلى الطابق الأرضي تحسبا للأمر. هدوء غريب. أجل، انظروا إلى قاعة الاستماع. يا إلهي. دوح بالعلم جيدا لجذب انتباههم. هدوء، سيدمر من في الممر حالا. سحقا، لقد انتهى كل شيء. سيدي، فلنحافظ على أعصابنا. لقد أتوا يا قبطان. عزيزتي سميرة. أين تذهب يا قبطان؟ إلى غرفة الاستراحة. أنا مندوبة القلعة. من تتحدث باسم القرية؟ من تتحدث؟ تكلموا. أنا سيد القرية. ما أقساكم؟ ماذا تريدون منا؟ ارموا السلاح أولا ولنتكلم عن مستقبل هذه القرية بعد ذلك. أتتألم؟ لا يهم، إنني قلق على الجزيرة. هذا هو الحيوان. ماذا؟ ألم تكن بصحبة لينا؟ لينا، فارس ابق هنا. عدنان، سأعود قريبا. Thank you.